وليت نعاود لكم السلام عليكم تبارك الله عليكم. المهم سبحان الله جيت لواحد البلاصه لقيت واحد سيستم على ديك النهار تاع البيرات، مي ماشي البيرات هادو تاع لي هارد روك. المهم جيت قلت لكم سبحان الله جيت غير زهر هنا وتلاقيت هما كيلعبوا هذاك الحبل، كيلعبوا الحبل هنا كما راكم تشوفوا. هنا راه كاين واحد لي جروب لي راك شفتو يعني الكور زاهر مع راسو سبحان الله دائما جد. ولا هذاك الجو شوف كما راكم تشوفوا اخوتي كاين السميشه هاي نديكم لهاد صوركم شويه بقاو معايا.
راسه كل واحد العالم شو زوين شو pardon شكون الناس بزاف هنا كاين اللي كيبغي صور كاين اللي ما يبغيش المهم كل واحد السيستم ديالو خويا بقاو معايا المهم بقاو معايا بلاتي غادي نمشي نصور لكم اللعبه اوكي جيت نكمل لكم على الفلوغ المهم انا كنت صورت وهو ما كانش يصور وصحاب لي راني نصور المهم كما قلت لكم شوفوا هذه الجهه هنايا من تشوف هذا الستيل هكا تقول انت راه بحر مي هو ماشي بحر هما دايرين لهم الرمله هنايا ويجيبوا وليداتهم و... كنت عارفوا الكور كي داير كيحافظوا على الطبيعه ديالهم المهم الجو زوين تبارك الله الشميشه المهم اخوتي واش غادي نقول لكم كرهت حتى نتوما تكونوا يعني تجيو تفيزيتيو هاد البلاصه وهادي غير يعني الخاتمه باش نختم لكم هاد الفلوغ حيت راني درت فيه دو بارتي زوج تاع لي بارتي وحده درتها لكم في واحد الجهه اخرى يعني فين كاينوا هادوك لي سير وهادوك الغزالات وهادوك ومين جيت هنايا كيما قلت لكم قبيله تكون باغازار تلاقيت مع هذاك الجروب تاع الهارد روك ولا ما عرفتش شنو هذوك قلت له غير ندير لكم فلوغ ندير السيستم ديالو المهم اخوتي ها كما راكم تشوفوا انا كيعجبني هذا الجو والله ما كنتمش عليه الجو زوين راني جالس هنا في بلاصه راني جالس هنا مريح مع راسي يلا تقدر تدي لها واحد الترويعه هنايا كاع فوالا تجي هنايا رجل راسك هنايا وديها ما حتى واحد ما يديها فيك ما كاينش اللي يهضر معاك كاع المهم اخوتي اش غادي نقول لكم غادي نختم هاد البلوك باش ما نطولش عليكم بزاف المهم تهلاو لي فراسكم اخوتي واش غادي نقول لكم صحه فطوركم ونعاود نقولها لكم دائما رمضان مبارك بالصحة والراحة وشنو غادي نقول لكم غير واحد الوصية تهلاو غير في الوالدات الوالدات هما كل شيء يعني الوالدين هما أعز حاجة في هذه الدنيا المهم تهلاو فيهم أخوتي نتمنى لكم الخير إن شاء الله هاني بصلاة